أجواء مميزة صنعها أول فوج لمناصري المنتخب الوطني الجزائري خلال تنقله إلى كوت ديفوار. جماهير تنقلت من مختلف الولايات ورسمت صورا للفرجة والحماس سواء بالطائرة أو ببهو مطار العاصمة الإيفوارية أبيجون. رايحين للبلد ساحل العاج باش نساندوا المنتخب الوطني تاعنا وباش نشجعوهم. ما عرفوا ربي يوصل الجزائرية، عرفوها كاع. ان شاء الله تكمل هكذا وان شاء الله نفرحوا ونجيبوا لاكوب ان شاء الله، علاش لا النجمة الثالثة. جيت من عنبة، جينا من مصر وان شاء الله المنتخب الوطني نكونوا معاه مسندة بقوة، ولما لا ان شاء الله نروحوا بعيد في الدورة هذه ونجيبوا الكاس معنا ان شاء الله. تنظيم محكم عرفته عملية نقل الأنصار من المطار لغاية وصولهم إلى الفنادق المخصصة لإيوائهم بمدينة ياموسكور، والتي تبعد عن بواكي مقر إقامة الخضر بنحو 100 كيلومتر. الحمد لله وصلنا هنا يوم ياموسكور بصحة جيدة، وإن شاء الله رانا معولين باش نشجعوا الفريق الوطني تاعنا. الحمد لله رانا وصلنا بخير، وفروا لنا كل شيء. الحمد لله استقبال كبير بزاف بزاف. مبادرة رئيس الجمهورية في تخفيض أسعار التذاكر لقت ترحابا وإشادة من المناصرين. نشكر رئيس الجمهورية خاصة اللي نقصنا في الأسعار، وإن شاء الله فيها خير وما فيه في ببال الجيري. هو إذن أول فوج من الأنصار يصل كوت ديفوار في انتظار أفواج أخرى ستصل تباعا للوقوف مع التشكيلة الوطنية ودعمها في هذا الموعد القاري.